اشترك في القناة ليصلك كل جديد أولا بأول. فنانات لجأنا إلى التبني بعدما فشلنا في الإنجاب. تحية كاريوكا. على الرغم من أن الفنانة تحية كاريوكا تزوجت 14 مرة تقريبا فإنها لم تنجب، وعندما كانت في 70 من عمرها تبنت طفلة سمتها عطية الله أو طاطا، وكانت تمازح أصدقائها بأنها أنجبت وهي في عمر 70. أوصت كاريوكا الفنانة فيفي عبدو بأن تتولى رعاية البنت بعد وفاتها، وبالفعل بعد وفاة كاريوكا في 30 سبتمبر من عام 1999 تبنتها فيفي عبدو وربتها مع ابنتيها الاثنتين. نجوى فؤاد. في حوار لها مع الإعلامي نيشان في برنامجه أنا والعسل عام 2013، صرحت الفنانة نجوى فؤاد بأنها تزوجت 12 مرة، ومع ذلك امتنعت عن الإنجاب لانشغالها بعملها. وفي إحدى الزيجات اكتشفت أنها حامل وأرادت إنجاب طفل، ولكن زوجها أصر على إجهاضها، فخضعت لرغبته وندمت كثيرا بعدها لأنها لم تصبح أما بالمعنى الطبيعي. لكن زوجة أبيها تبنت طفلة ولكنها توفيت، فقامت الفنانة نجوى فؤاد بتبني الطفلة من بعدها ورعايتها، وهو ما عوضها عن إحساس الأمومة نسبيا، حتى إن لديها الآن أحفادا من ابنتها بالتبني. مديحة يسري. تزوجت الفنانة مديحة يسري 4 مرات، من بينها زواجها من الفنان محمد فوزي الذي أنجبت منه ابنها الوحيد عمرو، ولكنه توفي في حادث سيارة، وأصيبت مديحة بصدمة نفسية كبيرة وقتها، وهو ما دفعها في عام 2008 إلى تبني طفلة تدعى هبة من جمعية ابنتي التي تمتلكها الفنانة نجلاء فتحي، ولكنها لم تستطع أن تضمها إلى منزلها لأن قانون التبني يشترط وجود أب، في حين تعيش مديحة يسري بمفردها. ومع ذلك اعتادت الفنانة القديرة على زيارتها باستمرار والاهتمام بها معنويا وماديا، وعندما تقدمت يسري في السن أصبحت هبة تزورها باستمرار في منزلها، وهو ما عوضها عن شعور الأمومة الذي افتقدت. ليلى علوي. الفنانة ليلى علوي كانت متزوجة من رجل الأعمال منصور الجمال ولكنها لم تنجب، وأعلنت في عام 2005 أن ابنها خالد لم تنجبه ولكنه طفلها بالتبني، وابن إحدى قريباتها التي مرضت بعد إنجابه وطلبت من ليلى التكفل به بعد وفاتها، ووافقت ليلى على الفور موضحة أنه أصبح ابنها ولا يناديها إلا بماما، كما صرحت بأنها متبنية 5 أطفال غيره ولكنهم يعيشون بإحدى دور رعاية الأطفال. أمل حجازي. المطربة اللبنانية أمل حجازي تزوجت عام 2008 من اللبناني محمد البسام، ولديهما ابن واحد اسمه كريم، لكنها تبنت طفلة تدعى نور في عام 2005 والتي توفيت والدتها في حادث بشع حيث قتلها أحد المجرمين أمام أعين الطفلة، وتعيش نور حاليا مع أمل وأسرتها.